الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدق الله العلي العظيم. اصنع من هذه الحروف كلمة: باء، كاف، راء. صنعت كلمة بكر بمعنى الشيء الجديد الذي لم يمس. هل تتمكن أن تصنع كلمة ثانية من هذه الحروف؟ نعم. بركة يعني استقر في مكان، يقال لقطعة في السيارة بريك، لأن هذه القطعة توجب توقف السيارة، ثبات السيارة. هذه الكلمة كلمة عربية من بركة. هل تتمكن أن تصنع كلمة ثالثة من هذه الحروف؟ كبر من التكبر. وكلمة رابعة كبر. وكلمة خامسة كرب. إذا شق على الإنسان شيء، إذا حزن الإنسان. وكلمة سادسة ركب. وكلمة سابعة ربك من الإرباك. وكلمة ثامنة ركب بفتح الكاف، ركب. ما هو معنى هذه الكلمة؟ لا علينا بمعناها، معناها لا يتناسب مع هذا المجلس، راجعوا كتب اللغة. أنت تعطي هذه الحروف لشخص حتى يصنع كلمة. شخص يفكر يفكر يصنع من هذه الحروف كلمة واحدة.
إلى 50 سنة لا يعرف أن يصنع إلا هذه الكلمة. تقول له أصنع كلمة ثانية، لا يتمكن. شخص آخر ذكي يقول المادة موجودة، حروف عديدة، أغير هذه المادة، أغير صورتها، أصنع شيئا آخر أستفيد منه في مجال ثاني. إذا صنعت كلمة واحدة أتمكن أن أستفيد في مجال واحد هذه الكلمة، أما إذا صنعت 10 كلمات، طبعا أنا ذكرت 8 كلمات ولكن هناك كلمات أخرى أيضا تصنع من هذه الحروف، إذا صنعت 10 كلمات أو أكثر أتمكن أن أستفيد. لماذا أحصر نفسي في دائرة واحدة؟ التجديد في الشعائر الدينية ضرورة قصوى. في الشعائر الدينية يلزم أن أبقى في دائرة واحدة، أدور دائما في هذه الدائرة؟ من الذي قال لذلك؟ لماذا لا أجدد في صور هذه الشعائر الدينية؟ يعني مواد الدين انتهت، لا توجد مادة جديدة؟ أنت بمواد 5-6 تتمكن أن تغير مئات الصور، وهذه المواد الكثيرة، هذه الأسس الكثيرة جدا في الدين، لا أتمكن أن أستفيد منها وأغير وأجدد. في يوم من الأيام كانت المجالس الحسينية تقتصر على ذكر بعض مصائب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ممتاز. جاء آخرون أضافوا إليها الوعظ. أصبحت المجالس الحسينية تحتوي على المواعظ وعلى ذكر مصائب الإمام سيد الشهداء. جاء آخرون أضافوا إليها مستحبا آخر، أضافوا إليها الإطعام. جاء آخرون أضافوا إلى المجالس الحسينية مستحبا آخر، أضافوا اللطم على سيد الشهداء، أضافوا أنواع العزاء على سيد الشهداء. أصبحت اليوم المجالس الحسينية كتلة من الفضائل، مجمع من المستحبات، مليئة بالبركات. جاء فقهاء اقترحوا المجالس الحسينية البيتية. في بيتك أقم مجلسا حسينيا بمقدارك، صالتك تسع ل30 شخص، ل20 شخص، أقم مجلسا حسينيا ل20 شخص. اقترحوا وتابعوا. في يومنا هذا مئات الآلاف من المجالس الحسينية البيتية في العالم، شيء جديد. في كل مكان صوت الإمام الحسين، ليس فقط في الحسينيات، في دارك. علم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن يكون على بيت كل مؤمن. انتشرت، يعني يلزم أن ندور في دائرة واحدة إلى آخر أعمارنا. غير، غير في الصورة، غير تغييرا دينيا من المواد الدينية. لا تحتاج إلى مواد ثانية، المواد الدينية هي ليست قليلة. جلسات القرآن الكريم اسمها عليها جلسات القرآن، مجالس القرآن، محافل القرآن، مسابقات القرآن، القرآن. لماذا حصرنا هذه المجالس، هذه المسابقات، هذه الجلسات والمحافل في أمور معدودة؟ يعني القرآن فقط هذا؟ القرآن فقط حفظ؟
مع أهمية الحفظ بمقداره. القرآن فقط تعلم قراءة هذه السور بهذه الطريقة الخاصة فقط، هذا هو القرآن فقط. وجود هذه الجلسات لهذه الأمور هذا ضرورة، ولكن كل جلسات القرآن الكريم، عشرات الآلاف من جلسات القرآن الكريم في العالم، تكون لهذه الأمور فقط؟ يعني القرآن انحصر في هذه الأمور، هذا الكتاب العظيم؟ لماذا لا يوجد تجديد بصورة عامة؟ أقصد هناك شيء نادر، ولكن بصورة عامة لا يوجد تجديد في هذه الجلسة. غير، استفد من أبعاد ثانية في القرآن، جلسة القرآن، مجلس القرآن، مسابقة القرآن، القرآن. أذكر لكم بعض النماذج. النموذج الأول، القرآن الكريم في بعده اللفظي، روعة من روائع القرآن الكريم. القرآن رائع في كل شيء، حتى في كلماته، حتى وأنا بالتفات أقول هذا الشيء، حتى بحروفه. هل توجد مجالس للقرآن الكريم خاصة بالقرآن الكريم في بعده اللفظي؟ كما أنها توجد مجالس للقرآن الكريم خاصة بالتحفيظ. التحفيظ حسن، شيء جيد، ولكن تحفيظ القرآن الكريم يلزم أن يأخذ عشر، إن بالغنا عشر من مجالس القرآن الكريم، بل أقل، 1% من مجالس القرآن الكريم. القرآن في بعده اللفظي، ألفاظ القرآن الكريم، أين الالتفات؟ جلسة كاملة، يعني مجلس سنوي في كل سنة يعقد هذا المجلس 50 مرة في كل أسبوع مثلاً، في شهر رمضان في كل ليلة مجلس خاص بالقرآن الكريم في بعده اللفظي. يوجد هكذا مجلس؟ لعله نادرا، لا أنكر، ولكن لا شك أنه شيء نادر. القرآن روعة في كلماته، في حروفه، في ألفاظه. توجد آيات قرآنية تحتوي وتتضمن رغم قصرها، بعض الآيات القرآنية إذا كتبتها سطران وشيء، أقل من 3 أسطر، يعني آية قصيرة. لو كتبتها بالطريقة العادية، قصدي أنا كتبت هذه الآيات بالطريقة العادية، سطرين وشيء. هذه الآية رغم قصرها، رغم قلة كلماتها، تحتوي على جميع حروف الهجاء، جميع الحروف العربية. مرة أنت تحاول أن تصنع صياغة معينة تحتوي على جميع حروف الهجاء، لا شك أن هذه الصياغة تكون صياغة غير طبيعية، صياغة غريبة، لأن محاولتك أن تكون هذه العبارة تحتوي على هذه الحروف، أما أن تكون العبارة عبارة جدا طبيعية مع ذلك تحتوي على حروف الهجاء، أليس شيئا غريبا؟ هذه الآيات لا تختلف عن بقية الآيات القرآنية، بنفس النسق، بصورة طبيعية جدا، تحتوي على جميع حروف الهجاء، شيء غريب. من جملة تلك الآيات، الآية الأخيرة من سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة،
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. الله ما وعد كلهم الجنة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية عادية سطرين ونصف تقريبا، آية طبيعية، لا تجد شيئا غريبا في هذه الآية. سياق هذه الآية كسياق بقية الآية القرآنية، هذه الآية تحتوي على كل حروف الهجاء. آية قرآنية أخرى، الآية رقم 154 من سورة آل عمران، أقل من ثلاثة أسطر. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. آية طبيعية أقل من ثلاثة أسطر، أنا كتبتها بصورة عادية، أكتب هذه الآية أقل من ثلاثة أسطر، كل حروف الهجاء موجودة في هذه الآية، ولعل هناك آيات أخرى أنا أعرف هاتين الآيتين. القرآن روعة، هناك حروف تستعمل في اللغة العربية كثيرا، الألف الميم النون الواو الياء، هذه حروف تستعمل كثيرا، هناك حروف لا تستعمل كثيرا في اللغة العربية. توجد آيات قرآنية فيها حروف لا تستعمل كثيرا بصورة مكثفة، رغم أنها طبيعية جدا، تراها طبيعية جدا، آية قرآنية لو كتبتها لعلها سطر واحد. القاف من الحروف التي لا تستعمل كثيرا في اللغة العربية، استعمالها استعمال عادي، أكثر الكلمات العربية لا يوجد فيها هذا الحرف. هناك آية قرآنية لعل هذه الآية سطر واحد، في هذه الآية القرآنية 10 مرات ترى حرف القاف، مع أنها آية طبيعية جدا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آية قرآنية سطر واحد لعلها بالكتاب العادي، 10 مرات فيها هذا الحرف. هذه ليست روائع فقط، هذه معاني، هذه علامات، هذه تحتاج إلى استخراج. الحروف المقطعة في القرآن، البعض يقول، أنا لا أعرف صحة هذا الكلام، البعض يقول الحروف المقطعة في بدايات بعض السور تشير إلى استعمال هذه الحروف في هذه السورة كثيرا، مثلا سورة الصاد، سورة صاد، هذه السورة حرف الصاد، يقولون هكذا، حرف الصاد استعمل فيها أكثر من بقية السور، أو بصورة مكثفة قل سورة قاف يقولون هكذا استعمل حرف القاف فيها أكثر. طبعا الحروف المقطعة لها معاني ومعاني، الحروف المقطعة في القرآن الكريم هذا ورد في إحدى أدعية يوم عيد الفطر، الحروف المقطعة في بدايات السور كلها أسماء لرسول الله محمد بن عبد الله
حاميم اسم النبي، ياسين اسم النبي، قاف اسم النبي، طه اسم النبي، صاد اسم النبي، ألف لام ميم راء اسم النبي. راجع في كتاب الدعاء والزيارة في أعمال يوم عيد الفطر دعاء يروى عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. الإمام قرأ حسب هذه الرواية، قرأ هذا الدعاء بعد طلوع الشمس من يوم عيد الفطر. الدعاء موجود في كتاب الدعاء والزيارة لعله العمل العاشر أو الحادي عشر. دعاء لطيف جدا رائع، وكل أدعيتهم رائعة صلوات الله عليه. الحروف القرآنية، القرآن في بعده اللفظي شيء عظيم يحتاج إلى جلسات خاصة، جلسات يعني مجالس قصدي، ليست جلسة وجلستين، مجلس كل سنة في كل السنة قصدي، في كل الأسابيع لسنوات طويلة حتى تكتشف معاني كلمات وحروف القرآن. هذه الأمور ليست معلومات فقط، لا، منفعة دنيوية ننتفع منها في الدنيا. ابحث انظر. نموذج ثاني، الشروع، إحدى أهم النقاط في كل الحوارات على وجه الأرض شروع الحوار. أي حوار، كم حوار يحدث في كل يوم على وجه الأرض؟ مئات الملايين. الحوارات بين سياسيين، الحوارات بين اقتصاديين، الحوارات بين علماء، الحوارات بين الزوج وزوجته، الحوارات بين الأب وابنه، الحوارات بين صديق وصديقه، كم توجد حوارات؟ أليست الحوارات جزء حياة كل إنسان حتى لو كان طفلا صغيرا؟ الطفل عنده حوار، الطفل عمره 4 سنوات 3 سنوات عنده حوار. كيف تحاور الطفل أنت؟ كيف تحاور صديقك؟ إحدى أهم النقاط في إنجاح الحوارات شروع الحوار. كيف تبدأ؟ لماذا تحدث مشاكل بين الأزواج وزوجاتهم؟ كثير من المشاكل لأنهما لا يعرفان كيف يبدأان الحوار في أي موضوع، أي موضوع عادي. شروع الحوار مهم جدا للغاية. ما الذي تريد أن توصل إلى الطرف الآخر أيا كان؟ إحدى النقاط التي تضمن نجاحك أو فشلك، كيف تبدأ؟ مرة أنت تريد أن تقنع الطرف الآخر، تبدأ بداية سيئة، لا تتمكن أن توصل المعنى الموجود في نفسك إلى زوجتك، إلى ابنك، لأن شروعك كان خاطئا. شروع السور، كلمة الروعة قليلة أصلا لهذا الشيء. السور ابتدأت بأشياء، الإنسان في حواراته أحيانا يحتاج إلى شروع مبهم، أحيانا يحتاج إلى شروع مخيف، أحيانا يحتاج إلى شروع بألفاظ غريبة ليست مبهمة، غريبة، هذا فرق بينه وبين المبهم. أحيانا تحتاج إلى شروع قوي، أحيانا تحتاج إلى شروع هش. الشروع أنواع، القرآن الكريم استعمل أنواع من الشروع. السور، بعض السور ابتدأت بألفاظ مبهمة مثل الحروف المقطعة في القرآن، ألفاظ مبهمة بصورة عامة، ألف لام ميم، يعني ماذا؟ لفظ مبهم. بعض السور ابتدأت بأشياء مخيفة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، القارعة، ما القارعة؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، بداية مخيفة، ما الذي حدث؟ بعض السور ابتدأت بالقسم،
مما يدل على أهمية الموضوع. إذا جاءك شخص وقال والله في البداية، والله وبالله وحق الكعبة الشريفة، تعرف أنه يريد أن يقول لك شيئا مهما. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس قسما بالشمس، وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. قسم بالشمس، قسم بالقمر، قسم بالنهار، قسم بالليل. الله يريد أن يقول شيئا مهما. بعد القسم يقول قد أفلح من زكاها. نفس ونفس قسما بالنفس وما سواها. المفسرون يقولون يعني ومن سواها؟ الله. قد أفلح من زكاها، موضوع مهم. بعض السور ابتدأت بالقصص، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شروع القرآن لو تخصصت جلسات وجلسات، مجالس ومجالس، 20 سنة و50 سنة و60 سنة، لاستفدنا الشيء الكثير، ويبقى شيء كثير في كيفية الشروع. يا أخي القضية قضية نافعة لي، أنا أنتفع، أنا الذي لا أعرف كيف أحاور زوجتي، كيف أحاور ابني. أين هذه الجلسات؟ توجد جلسات خاصة بمعرفة كيفية الشروع القرآن الكريم. نحن نقول ألف لام ميم وصاد شروع مثل بعض، ألف لام ميم مثل صاد، حروف مقطعة. لا، الوضع يختلف. جلسات، نرى هذه الجلسات. لعله أنت تريد أن تؤسس مجلسا للقرآن، فكر أن تأتي بشيء جديد، جديد قرآني، لا أقصد شيء آخر تأتي به في مجلس القرآن، لا، مجلس القرآن خاص بالقرآن. جاء بشيء جديد، جلسة قرآنية جديدة، كله ندور في دائرة واحدة. لماذا؟ سيد أنت تتحدث بارتياح، جالس في مكان بارد، وكأن القضية قضية سهلة. لا، أقول كلمة بإخفات، أقول هذه الكلمة لنفسي، لا أقول لغيري، كلمة واحدة بإخفاق أقولها، تكاسل. يعني كل شيء يلزم أن يكون جاهزا. إذا كان البشر يفكر هكذا ما كنا نصل، ما كنا نتقدم خطوة واحدة. ولقد رأيت قدامي طريقا فمشيت. غلط. يلزم أن تكون كل الطرق معبدة حتى تمشي؟ أنت افتح طريقا. العلماء في كل العلوم في كل الفنون فتحوا طرقا، تعبوا. شيء جديد فيه تعب؟ نعم فيه تعب، أنا أعرف، ولكن كل شيء لازم يكون جاهزا. اتعب قليلا كما تعب آخرون وأنت استفدت، اتعب أنت حتى يستفيد آخرون. الذين أسسوا هذه الجلسات للقرآن تعبوا في بدايته، أنت أيضا أتعب. أسس جلسة القرآن بطريقة جديدة قرآنية، أسس مجلسا حسينيا بطريقة جديدة حسينية، لا تحتاج أن تأتي بأشياء ثانية من هنا وهنا. لا، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ثورته في حياته الكثير الكثير جاء بشيء جديد حسيني، جديد حسيني. تريد أن تؤلف كتابا، ألف شيئا جديدا في موضوعه. العلم ما انتهى. نعم، توجد هناك أخطاء كبيرة في التجديد. أولا،
الخطأ الكبير إذا أردنا التجديد في الأسس فاجعة. أنا أريد أن أتي بشيء جديد، أقول من اليوم في الرياضيات 1+1=5، شيء جديد. أنا أريد أن أصنع سيارة جديدة، أصنع إطارات السيارة بدل أن تكون مدورة أصنعها مربعة، أصنع سيارة بدون ماكينة أصلا. خطأ، هذا ليس تجديدا، هذا خطأ. الأسس لا تتغير. أنتم هل وجدتم شركة تغير شعارها الأساسي؟ لا. نعم الشعار كان سابقا يصنعونه من خشب عادي، شيئا فشيئا تطورت الشركة، رأس مالها زاد، صارت تصنع هذا الشعار من فضة، شيئا فشيئا تطورت تصنع الشعار من ذهب. غيرت، ولكن الشعار يتغير؟ لا، هذا خطأ. إذا تغير الشعار للشركة هذا خطأ فاجع، هذه فاجعة بالنسبة للشركة، هذه خسارة بالنسبة للشركة. الأسس لا تتغير، التجديد في الأسس خطأ. خطأ آخر، كل الناس يلزم أن يكونوا مجددين، أيضا خطأ. بعض الناس يلزم أن يكون مجددا، وبعض الناس يلزم أن يبقى على وضعه. نريد أن نغير جلسات القرآن الكريم، كلها نغيرها، غلط. جلسات يلزم أن تكون لتعليم القرآن، جلسات يلزم أن تكون للتفسير، جلسات يلزم أن تكون للبعد اللفظي، جلسات يلزم أن تكون للتدبر في القرآن. خطأ ثالث، كل شيء له ضوابط وملاكات، موازين، قواعد، سمي ما شئت. شخص يخرج عن الإطار العام ويريد أن يكون مجددا، يعني ماذا؟ يعني طباخ، فنان في الطبخ، يقول أنا أريد أن أأتي بطعام جديد، أريد أن أكون مجددا في الطعام، يخلط الرز مع التراب ويطبخ هذا الشيء حتى يعطي طعاما جديدا. الناس لا يضحكون على عقل هذا الشخص. التراب شيء جيد ولكن لا يتناسب مع الطعام، في محله شيء جيد. الشعائر الدينية لها أطر، لها ضوابط. أنا أريد أن أكون مجددا في شعيرة من الشعائر الدينية، أأتي بشيء غريب عن الشعائر الدينية أدخله، غلط. هذا في الأطعمة الشخص لا يأتي ويجعل شيئا من بشته في طعام. البش شيء صح، الملبس شيء صحيح، ولكن لا يدخل في الطعام. يريد شخص أن يصنع سيارة يجعل جزء من هذه السيارة الرز، غلط. الرز في محله صحيح، أما السيارة لا يجعل فيها رز. كل شيء في محله صحيح. نريد أن نكون مجددين في الشعائر الدينية، ندخل أمور ثانية حتى لو ما كانت محرمة، أمور لا تتناسب مع الشعائر الدينية. الدين فيه أشياء كثيرة، أدخل شيء من الدين في شيء آخر يتناسب معه. يعني المادة ما انتهت، المادة الدينية. كلمة أخيرة، أنت الإنسان المؤمن المتدين الموالي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، المعادي لأعداء أهل البيت، إذا لم تتصدى أنت للتجديد فسيتصدى للتجديد أناس فاسدون مفسدون، ويأتون بأشياء جديدة في الشعائر الدينية المختلفة.
وبهذه الطريقة سيحرفون شبابا وفتيات. حدث هذا الشيء أم لم يحدث؟ كم مرة، لا نتحدث عن أنه حدث أو لم يحدث، كم مرة حدث هذا الشيء؟ هو منحرف لا علينا به، هو فاسد ومفسد لا علينا به، هو صاحب دنيا، هو بالمال يتغير، هو بالمناصب يتغير، لأجل المناصب يشكك في الله عز وجل، ليس مهما عنده. ذنبه واضح، أنت لماذا تركت هذا البعد؟ أنت لماذا تركت التجديد؟ حتى ينجرف شباب، الشباب تطلعاتهم كبيرة، طاقتهم كبيرة، تجاربهم قليلة بطبيعته، حياتهم بطبيعة وضعه. أنت تركته يحرف لأنك ما سددت هذا الباب، لأنك ما ملأت هذا الفراغ. إذا أنت لم تملأ ولا تملأ فسيملأه شخص فاسد. شهر رمضان في أواخره، أو نحن في أواخر شهر رمضان، هذا الشهر العظيم لازلنا نحن في بركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم هذه أيام شهر رمضان ولياليه قد انقضت، اللهم هذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقصرت يا إلهي إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى به من الخلق أجمعين، فصل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد اجعلنا من المرحومين، اللهم بحقهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم بحقهم اجعلنا في هذا الشهر من السعداء، اللهم بحق محمد وآل محمد لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم أعد علينا أيام شهر رمضان وليالي القدر، اللهم أدرك بنا ليالي القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، Oh.